للكرة. آخر انتصار للجيش الملكي على مستوى الدوري يعود لموسم 2019-2020 لقاء الذهب اللي كان دار بمدينة الرباط، انتصر ب1-0 هدف الإيفواري جوزيف غيدي. فيما على مستوى كأس العرش فريق الجيش الملكي كان فاز دور ربع النهائي نسخة 2019-2020 بضربات الجزاء، وهي النسخة اللي حقق لقبها فريق الجيش الملكي على حساب فريق المغرب التطواني. آخر انتصار للجيش الملكي بمدينة الدار البيضاء إياب موسم 2015-2016 انتصار كان كبير 4 أهداف مقابل هدف واحد. سجل جيش ملكي زوير أوشن ثنائية مشعيب السفياني ويوسف أنور، فيما سجل للرجاء الهدف الواحد عصام الراقي من نقطة الجزاء. وعصام الراقي حاضر على مستوى المنصة الشرفية أو الجيش ملكي في الوقت التوالي. المحاولة رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة لفيدة فريق الجيش ملكي، تدخل لإسماعيل المقدم وقت كرة في الجيل هذه فرصة لفيدة فريق الرجاء. يسري بوزوق، يسري بوزوق دخل داخل منطقة الجزاء الرأسية تضيع هذه المحاولة. هذه فرصة لفيدة فريق الرجاء، يسري بوزوق من الجهة اليمنى، بوزوق تمريرة ولكن فقط تدخل ديال الرجاء. تعود المحاولة لفيدة فريق الجيش الملكي، طيب بوخريس رفع الكرة، محاولة لفيدة مباراة متحركة في هذه الدقائق الأولى. نوفل الزروني، الزروني محاولة دخول داخل منطقة الجزاء تسديدة عرضية ولكن مثل الجنوب الإفريقي. هذه فرصة في الجهة اليمنى، عبد الصمد بدوي رفع الكرة، تدخل المحاولة. فرصة لفيدة فريق الجيش الملكي العرضية ولكن ما كانش تعامل مش فريق لتحقيق النتائج الإيجابية. تعبت كرة طويلة، هذه فرصة نوفل الزروني، الزروني فرصة في هدف ضربة جزاء لفيدة فريق الرجاء. وإنذار نوفل الزروني يتمكن من انسلال دخول داخل منطقة الجزاء، وورقة وبطاقة لزهير مارور. إذن ضربة جزاء لفيدة فريق الرجاء، كان مرتد هجومي سريع انسلال ديال اللاعب نوفل الزروني، ديال اقا سرعه الدخول داخل منطقه الجزاء. كان هناك عرقله من طرف لاعب المدافع زوير مارور، لاحظوا كان هناك خطا على مستوى التغطيه وخطا في ابعاد الكره خصوصا من طرف المدافع الكونغولي دارنيل الذي لم يتمكن من ابعاد الكره. لاحظوا نوفل الزروني يعني كيفاش انه حافظ على الكره ديالو وبالتالي دفع بالمدافع زوير مارور انه يحكم. وقت الحكم مازال كيطلب اللاعبين انه يكون خارج المستطيل. يسري بوزوق الهدف الاول، الهدف الاول لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب يسري بوزوق اللي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف اول، فرحه كبيره للاعبين ولجماهير فريق الرجاء. 22 اعتقد انه غادي يحرك المباراه بشكل جيد. سننتظر رده فعل فريق الجيش الملكي. لاحظوا يوسف بوزوق كيوضع الكره في الجهه اليسرى لمرمى الحارس مهدي بن عبيد في الوقت اللي مهدي بن عبيد اختار الجهه اليمنى. وهدف اول لفريق الرجاء، هدف اول للاعب يوسف بوزوق. هدف للسعيد، تعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه لفريق فريق الجيش الملكي، دائما محاوله هناك للمسانده من طرف مرسف العبري. رفع كره راسيه، فرصه، كانت فرصه لفائده فرصه اخرى لمرسف العبري. كره بالراس كان لتدخل اسماعيل المقدم، كره كتحول للزاويه. إذا الزاوية لفائدة فريق الجيش الملكي في الوقت كنتابعوا من مختلف الزوايا من أجل الحسم في القرار. إذا سنتابع القرار ديال رضوان جيد بعد متابعة الصورة. هل هناك ضربة جزاء ثانية في المباراة؟ رضوان جيد، ضربة جزاء للجيش الملكي. كلمات العميد أمام عميد الرجاء رافع حريمات بطريقة ممتازة. رابع حريمات يضع الكرة في الشباك، هدف التعادل لفائدة فريق الجيش الملكي بطريقة ذكية بفنية. رابع حريمات كيوضع الكرة في شباك الحارس أنس نيتي وهدف التعادل لفائدة فريق الجيش الملكي. فرحة كبيرة للاعبي الجيش الملكي، لاحظوا بأي طريقة وبأي هدوء صراحة يحسد عليه رابع حريمات اللي كيوضع الكرة بفنية كبيرة. هدف التعادل لفائدة اللاعب اللي قدم مستوى طيب. هذه فرصه لفيدة فريق الجيش الملكي، تابعوا هذه المحاوله داخل منطقه الجزاء. حضرات ارفع الكره ولكن بعيد شيء ما، رقم جيد في اولى الجولات في الوقت التوالي. المحاوله مرتد هجومي نوفل الزروني، انطلاقه ديال نوفل الزروني، فرصه الهدف، فرصه الهدف، فرصه الهدف، فرصه الهدف. يسري بوزوق، يسري بوزوق ثنائيه، هدف جميل لفيدة فريق الرجاء. اي طريقه والسرعة لنوفل الزروني سيدة مرة أخرى وراء ظهر المدافعين كيتمكن من المراوغة. يضع الكرة ليسري بوزوق
الميدي بطريقة ممتازة، يضع الكرة في شباك الحارس الميدي بن عبيد، وهدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. إذن الرجاء كيتمكن مرة أخرى أنه ياخذ الصبغ في هذه المباراة. لاحظوا الانطلاقة ديال نوفل الزروني من كما قلت انسلال من وراء ظهر المدافعين، هنا المراوغة التمريرة يسري بوزوق يضع الكرة في الشباك، وهدف ثاني لفائدة فريق الرجاء، فرحة كبيرة. وكذلك كنقول بأنه تفاهم كبير بين نوفل الزروني ويسري بوزوق. لاحظوا التمرير والكرة بكل هدوء كيوضعها يسري بوزوق في الشباك، هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. الوقت الحكيمي غادي يكون لمتابعة الصورة، متابعة النقطة من طرف حكام الفار من أجل التأكد بأن نوفل الزروني ما كانش في وضعية تسلل، وبالتالي غادي ينتظروا القرار النهائي. الرجاء تقريبا بنفس الطريقة، وهذا كيبين بأن هناك كنقول بأن لعبد الله خفيفي تمريرة خاطئة، الحكم كيعلن على خطأ وسيكون هناك ورقة خطأ على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء، وورقة حمراء، ورقة حمراء عبد الله خفيفي بعد ما خد الكرة في التحت رف ومشى كيد لي المرمى كدلي الدخول. غادي نتابعوا هذه الكرة الثابتة، هذا الخطأ اللي فادت فريق الجيش الملكي. لعبت الكرة على التحت رف، تدخل الدفاع والحكم تاخذ الفرصة. محمد زريدة، زريدة شنو غادي يعمل؟ رفع الكرة الرأسية، تدخل وإبعاد الكرة بطرف حاتم الصوابي. اليوم هذه فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي، ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، فرصة رفع الجهة اليسرى عند مصطفى العبري، العبري العرضية، فرصة للجيش الملكي، دائما محاولة خالد أيتون خان كيوضع الكرة أمام زين الدين دراك، فرصة ومرة. كنلعبوا الآن الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، يسري بوزوق يسعي لتلفيت لعبة الكرة دائرية، دي فرصة رأسية، لكن العدد في الوقت هذه المحاولة، انطلاقة ديال روجر أولو، روجر أولو، روجر أولو، الدخول داخل منطقة الجزاء ديال بوشعيب الراسي، والكرة خارج أرضية الملعب، والحكم يعلن على نهاية الشوط الأول. كذلك أعتذر لما تقول أن الفريقين أعطوا اللاعبين الكبار فرصة للجيش الملكي، فرصة للجيش الملكي من الجولة الثانية، كرة الحكم كيقول ما تجاوزاتش الخط وبالتالي كاين بانه يعني مرور الدورات مرور الجولات غادي نتابعوا الوجه الحقيقي ديال الانديه الوطنيه في المعتمد. المحاوله بواسطه طيب بوخريس، رفع الكره، تدخل سهله عند الحارس، هذه فرصه لفائده فريق الجيش الملكي من مصطفى العبري، الكره خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى لفائده بوخريس، تمريره العرضيه داخل منطقه الجزاء ولكن الكره بعيده شيئا ما. هذه فرصه تسديده مرت جانبا، تسديده قويه تمر جانبا ايمن حسين، زريده تمريره في اتجاه اللاعب يسري بوزوق، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء، يسري بوزوق، يسري بوزوق، الانطلاقه ديال عصابات البدوي على مستوى الجهه اليمنى، البدوي الدخول داخل منطقه الجزاء، فرصه 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 فرصه، تالق الحارس، تالق الحارس، اقول هدف لان ايمن حسين كان امام المرمى. تابعوا مره اخرى هذا المرتد الهجومي، تمريره من يسري بوزوق لعبد الصمد البدوي، اللاعب على حدود الاجرى يمشي الكره في الجهه اليسرى، هذه فرصه بواسطه اسماعيل اغورو، المهاجم الطوغوري دخل داخل منطقه الجزاء، تسديده دائما خطوره، زكريا العبطي وابعاد الكره من بوشعيب على الراس اسماعيل اغورو اللي كنقول انه بسنتيمترات فقط كانت تقدم على المدافعين، رده فعل ديال الحارس على زديتي، ترجع الكره من زكريا العبطي وابعاد ريمات زوير مرور. هذه فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي، زكريا الهبطي، 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 فرصة، أوه. هدف تعادل لفائدة فريق الجيش الملكي، زكريا الهبطي لاعب سابق للرجاء يتمكن من وضع الكرة في شباك فريق السابق زكريا الهبطي، يتمكن من تعديل النتيجة لصالح الجيش الملكي، جوج الأهداف لمثلهما. إذا فريق الجيش الملكي بعد ضغط متواصل خلال هذه الجولة الثانية ينجح في تسجيل هدف التعادل اكيد بواسطه زكريا الهبطي، اللي كان كنقول بانه ورقه رابحه للمدرب التونسي ناصر الدين النبي. اذا النتيجه تغيرت اصبحت الان متعادله ومتكافئه، زكريا الهبطي بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه كيتمكن انه ياخذ الكره داخل منطقه الجزاء، يلعب الكرة بالرجل اليمنى بعد ما كان يعني الكنترول بالرجل اليسرى، لاعب كما قلت عنده امكانيات مهمة، زكريا الهبطي سيكون يعني واحد من اللاعبين المتميزين في صفوف فريق الجيش الملكي. إذا النتيجة الآن جوج الأهداف لمثلهما.